طبعا نجهز الحبل عشان الجت في البداية. طبعا بداية الحش وقبل الحش لازم نجهز الحبل، ومن ثم نبدأ بالحش. طبعا عندنا هذا الجت مثل ما نشاهد قدامنا، شوي الشمس يعني ممكن مأثرة في التصوير، لكن الجت ما شاء الله ماخذ يعني مو طبيعي. هاي طبعا اول حشة، طبعا يكون اول حشة شوي صغير مش كبير. محمد ابراهيم بيبدأ طبعا حش. طبعا لنا اول حشة، جاري الحش. طبعا جاري الانتهاء من، طبعا الحين وقت مغرب مثل ما نشوف السيارة خلاص في النهاية بيكون الناتج كذي. طبعا بعد ما ننتهي من الحش الحين جانا وقت الظلام، بعدنا ما انتهينا الحين انتهينا.